نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة روح القدس معكم جميعا ومع روحك أيضا. بدنا نتكلم عن أرض الميعاد، مش في العهد القديم، في العهد الجديد. احذروا أكم من مرة وردت عبارة أرض الميعاد في العهد الجديد؟ أكم مرة؟ بس مرة واحدة في الرسالة إلى العبرانيين، لأنهم بس هدول كانوا يمكن يسألوا عن الموضوع. هدول مسيحيين أصلهم يهودي. فصل 11 آية 9 بيقول ما يلي عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بيقول إنهم دخلوا أرض الميعاد، دخولهم في أرض غربة. هيها في أرض غربة. ليش في أرض غربة؟ لأنه هاي آية 9 بعدين آية 13 وتابع بقول لأنهم كانوا يشتاقون إلى الوطن الأفضل الذي هو السماوي. ماذا نستنتج؟ إنه كل العهد الجديد ما بيآمنش في إشي اسمه أرض الميعاد لليهود. وحتى لما بيحكي عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب بقول هاي أرض الميعاد كانوا فيها غرباء نزلاء. ليش؟ لأنه أساسها مش إلهم، هاي أرض كنعان. وحتى لما اليهود فكروا أنه الله وعدهم إياها، أو حتى لما صار الوعد صار وعد بشروط، لأنه الله مش مستعد يقدم لنا إشي وبعدين يضل هذا الإشي معنا حتى لما إحنا نخالف وصاياه. ما هما الشرطان؟ الشرطان أنه يحافظوا على الميثاق مع ربنا، ثانيا يقبلوا المسيح لما يجي. طيب شو بقولنا إنجيل يوحنا؟ أتى إلى خاصته، إبلو خاصته يعني الشعب العبري، وخاصته وخاصته لم تقبله، معناه ما تمموش الشرط. وعلى هذا الأساس إنه إذن فكرتين، أرض الميعاد كان فيها شروط لأنه هي أساسها أرض كنعان لم تتم في الشعب العبري، وعشان هيك نفي عنها على الأقل ثلاث مرات، 587 قبل الميلاد على يد نبوخذنصر، 70 بعد الميلاد على يد تيتوس الروماني، و 130 ل 135 على الأقل على يد أدريانوس الروماني. وشو بقولنا؟ حتى أرض الميعاد ما كانتش أرضهم، بل كانوا فيها إيش؟ غرباء نزلاء. يعني إيش؟ يعني مهاجرين، يعني لاجئين، يعني نازحين، ضيوف عليها كانوا. وطبعا لما الضيف ما بتمم الشرط يطرد، وهذا اللي حصل على الأقل في التاريخ ثلاث مرات. والأرض هاي إيش؟ فكرة باهتة عن السماء، معناه وطننا على الأرض جيد والوطن السماوي أفضل. الكلمة الأخيرة اللي بدي أحكيها واللي أنتم ممكن تحكوها، طيب هاي اليهود أخذوا الأرض، هاي هم ورثوا الأرض. لا، لأنه المزمور، مزمور أعتقد 30 أو 37 أي 10 إلى 11، وإنجيل متى في التطويبات شو بقول سيد المسيح؟ طوبى لمين إنهم يرثون الأرض؟ صانعي السلام. للودعاء اللي هم كمان صانعي السلام وأبناء الله يدعون. طوبى للودعاء فإنهم الفعل المهم يرثون، لأنه المحتل المغتصب لا يرث. يرث يعني بيأخذها عن إيش؟ عن آبائه وأجداده بحق، بقوة الحق. المغتصب والسالب، عيد منكم، والمحتل اللي بيحتل أرض غيره لا يرثها، هي مش حقه. والقوة لا تعطي الحق، فيش إشي اسمه حق القوة، في فقط إشي اسمه قوة الحق. وشكرا لإسراء. Thank you.